لما كابتن عبير عبد الرحمن ترفع الثقل الكبير اللي ما قدرتش ترفعه لفوق كان لها أكتر من محاولة، كان عندها أمل كبير قوي في أولمبياد 2012 في لندن، كان في محاولات كتيرة بس للأسف النتيجة ساعتها ما كانتش لصالح عبير. عبير عبد الرحمن كانت أصغر لاعبة رفع أثقال تشارك في أولمبياد بكين، ولما لعبت في أولمبياد لندن كان عندها 20 سنة، وبالتالي كانت أيضاً ضمن أصغر المتسابقات المتأهلات. بدأت عبير بأول رفع ليها 112 كيلو ونجحت. Only 20, but has plenty of experience. وفي الرفعة الثانية قدرت تشيل 116 كيلو. عبدال رامن 4 كيلو انكريس up from 112. رحمة